السلام عليكم يا من سرتم في تقريري في تحقيق تقرير مصيركم وأخذ السر. أحبتي غفر الله لكم جميعا إن شاء الله. نحن في مسجد قد هتكت حرمته وسلت يد مدت في هدمه وإزالته. المسجد لا يزول، هذا نور ونور الله لا يمكن أن يطفأ. هذا المسجد يجب أن يعمر، والعمران ليس بالبناء فقط، لأن المسجدية تتحقق بالتربة بالأرض، هذه الأرض المباركة، فالصلاة فيه عمران، الكلمة الطيبة في عمران، قراءة القرآن في عمران، الذكر في عمران، قضاء حوائج الناس المسجد في عمران، فهي عبارة عن مركز علمي ومدرسة من المدارس التي خرج منها العلماء والوجهاء، العلماء كالسيد محسن الطباطبائي وغيره والسيد الخوي، إنما خرجوا من المساجد، وهو المسجد الهندي المعروف الذي في النجف الأشرف. هذه المساجد هي التي طبعا نتربى فيها، نتعلم فيها، نتفقه فيها، يعني نكون آدميين بمعنى الكلمة، مؤمنين بمعنى الكلمة، فلا بد من مواصلتها. وطبعا هذا الاعتداء الغاشم الذي حدث من هذا النظام في هدم المساجد، والله إنه لجريمة لا تغتفر، لأننا نعتقد على أن المسجد له حرمة، سواء بناه الشيعة أو بناه السنة، بل حتى بالنسبة للكنائس التي للمسيحيين والبيعة التي للنصارى، يحرم الإسلام التعرض إليها. نعم، إذا كان مسجداً بني لأجل الفتنة ولأجل إضرار الناس كما حدث في مسجد الضرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل هذا المسجد مسجد ضرار؟ هل هذا المسجد بني لأجل الفرقة بين المسلمين؟ هل هذا المسجد بني لأجل أن يؤتى فيه بالطائفية وغير الطائفية؟ بالعكس، مسجد بني لأجل الصلاة فيه للمؤمنين، لا يفرق بين سني وشيعي، يجوز له أن يأتي الصلاة. أنا لما أصلي في هذا المسجد وأصلي في مسجد السنة أعتبر الصلاة واحدة، أنني ضيف من ضيوف الرحمن في هذا المكان الطاهر، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يكرم ضيفه. أحبتي، لا أريد أن أطيل عليكم، نتمنى وأنتم طبعا يعني جزاكم الله خير من المنطقة من ويدرات التي واصلتم دربكم في إنشاء وبناء المساجد، أرجو من الله العلي القدير أن تعيدوا هذا البناء مهما كلف الأمر، ولو هدم مرة أخرى وهدم مرة أخرى، تكليفنا الشرعي مواصلة هذا الطريق حتى لا يطفأ نور الله، حتى لا يخمد نور الله. فنحن إن شاء الله هذه قضية هدك حرمة المساجد وهدك حرمات البيوت والمداهمات الليلية ومواصلة الاعتقالات في كل ليلة وإيداع شبابنا الثوار في السجون وعلى رأسهم رموزنا القيادات السياسية وعلى رأسهم أخونا وعزيزنا هذا القائد العظيم الذي خرج أجيالا وأجيال، هو الأستاذ عبد الوهاب أبو حسين، عبد الوهاب أبو حسين عبد الوهاب أبو حسين. نعم، كلهم إن شاء الله
بقاؤهم في السجن هو الذي يجعلنا ينمي الثورة ويزودنا صبرهم، يزودنا بمواصلة هذا الدرب الشائك الذي سوف نصل إليه قريبا إن شاء الله، إما النصر وتقرير المصير وإما الشهادة مرفوعين إن شاء الله الرأس. لا نهتم ما عملوا هؤلاء من هدم بيوت الله، فلا بد أن نقف موقف التحدي لأجل إقامة هذه المساجد وإنشاء هذه البقعة الطاهرة وإعادتها لتكون مزارا ومصلا لجميع الناس، لجميع المسلمين، ولا لأن عبادتنا خالصة لله سبحانه وتعالى، وتتحقق في هذه البيوت التي أوتكت حرمتها. ونقول جميعا لن نركع إلا لله. وهكذا نحن إن شاء الله ننتظر الفرج، وقريب الفرج إن شاء الله، تأخر أو تقدم الفرج آت والنصر آت. ترفعون رؤوسكم ويخرج القادة مرفوعين الرأس من خلاصهم من هذه القيود، ومواصلين دربهم لا ينثني. ولا أريد أن أطيل عليكم، وإلا ذكرت لكم بعض يعني الصمود الذي صدر من أستاذنا الجليل، لأني كنت معه 3 أشهر بالسجن، ووجدت منه بالصمود وبالثبات العجب العجاب. كلما رآني أفكر قال لا تفكر، هذا هو النص، هذه هي طبعا يعني طريق الأبطال، طريق أئمتك سلام الله عليهم. نرفع رؤوسنا عالية خفاقة بصرخات مدوية تدكدك عروش الظالمين وترغم أنوف المستكبرين، قائلين جميعا هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.